بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والحمد لله رب العالمين حمدا لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد والصلاة والسلام على نبيه الأمجد وحبيبه المنير وصفيه المسدد الذي قرن ذكره بذكره إذا قال المؤذن أشهد وشق له من اسمه فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك اللهم صل عليه حتى يرضى وصل عليه بعد الرضا صلاة لا حد لها ولا حد وعلى آله الأخيار الأئمة الأبرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أبارك لكم ذكرى ميلاد سيد الكائنات وعلة الكون والإيجاد محمد صلى الله عليه وآله وحفيده مؤسس المذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام حيث بزغ نور ولادتهما في 17 من شهر ربيع الأول على القول المشهور أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الثابتين على ولايتهم والمتمسكين بحبل نجاتهم وأن يعيد علينا هذه الذكرى الآخرة في حال أحسن من هذا الحال سأسلط الضوء في هذه الكلمة على الآية الرابعة من سورة الشعر في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك سائلا من الله التوفيق والتسديد ومنكم القبض لو تتبعنا مادة رفع في القرآن الكريم من حيث المعنى اللغوي لوجدناها أنها تتأرجح بين الأمور الحسية والأمور المعنوية كقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور أي أعلينا وكقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أي يطيلها وكقوله تعالى ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما وكقوله تعالى والعمل الصالح يرفعه أي يقبله ويثيب عليه وكقوله تعالى وفرش مرفوعة أي مطهرة ومشرفة وكقوله تعالى نرفع درجات من نشاء أي منازل نفضلها وآية البحث ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا ذكرك ونوهنا بأمرك وشهيرك هذه مجمل المعاني اللغوية التي وردت فيها مادة رفع في القرآن الكريم والملاحظ فيها أنها فيها تقارب في المعنى حتى نصل إلى المعنى المراد نحتاج إلى المعنى الروائي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية قال لي جبرائيل قال الله عز وجل معنى ورفعنا لك ذكرى إذا ذكرت ذكرت معي إذا ذكرت ذكرت معي يؤيد هذا المعنى أيضا رواية أخرى عن عبيد الله الدهقان قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي ما معنى قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى
فقل كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فقال لقد كلف الله هذا شططا. يعني لو كلامك في تفسير الآية صحيح لكان الله سبحانه وتعالى أوقع الناس في الضيق والحرج وكلفهم ما لا يطيقون. يعني مجرد أنك تذكر الله تقوم تصلي. فقال جعلت فداك. كيف هو؟ قال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآل محمد. المعنى اللغوي والمعنى الروائي يكون هكذا. أعلينا من ذكرك يا محمد على ذكر الآخرين، وقرنا ذكرك بذكرنا في الشهادتين اللتين هما أساس الدين، بالإضافة إلى التشهد الموجود في الصلوات المفروضة وغيرها. هناك معنى دقيق طرقه في حتى تبعي فقط قطب الدين الراوندي في كتابه المسمى الخرائج والجرائح. قال كان مشركو قريش يقولون محمد صنبور بضم الصاد، أي لا عقب له ولا ولد، فإذا مات انقطع ذكره. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الذي لا ذكر له، أما أنت يا محمد فذكرك مقرون بذكري إلى أن تقوم الساعة. هذه الآية ورفعنا لك ذكرك هي آية في مقام تعداد النعم الإلهية التي أفاضها الله سبحانه وتعالى على نبيه، وهي تبدأ من السورة التي تسبقها وهي سورة الضحى، تحديدا عند قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ولهذا ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن هاتين السورتين الضحى والشرح هما سورة واحدة، باعتبار أن الفكرة تدور حولهم في الدين هم هي فكرة واحدة. وأوجب فقهاؤنا من الناحية الفقهية أن المكلف إذا قرأ في الصلاة بعد الفاتحة الضحى وجب عليه أن يعقبها بسورة الشرح. أريد أقف على هذه الكلمة ألم يجدك. هذه ألم تبدأ بحرف استفهام وبعدين لا. هذه همزة الاستفهام لها أغراض كثيرة في اللغة العربية. في هذا المقام هنا الهمزة غرضها النافي، وعقب همزة الاستفهام لم، وهو حرف نفي في اللغة العربية. يقال هكذا نفي النفي إثبات، مثل ما درسنا في الرياضيات سالب وسالب موجب. يصير المعنى هكذا ألم يجدك يعني وجدك، ويفسره الآيات التي تليها ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. تصير إذا المعنى هكذا وجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية معنى كلمة وجد. وجد في القرآن الكريم وردت بمعاني مختلفة. أنا بحصر الموضوع في كلمتين لضيق اللغة. قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وجد معناها هنا نظر، رأى، لقي.
الآية الأخرى تقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هو نبي أيوب. معنى وجد في الثانية، الآية الثانية علم، إنا وجدناه علمناه. الآن الآية ألم يجدك يتيما، بمعنى الآية الأولى أو بمعنى الآية الثانية؟ الزمخشري الذهب يقول ألم يجدك بمعنى العلم، والدليل على ذلك أن هذه وجد من أفعال القلوب، والفعل إذا كان من أفعال القلوب يأخذ مفعولين، المفعول الأول الكاف يجدك والمفعول الثاني يتيما، يصير المعنى هكذا. قدر الله في علمه في اللوح المحفوظ وجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا بمعنى مضلولا مضلولا عنك فهدى الناس إليك، ووجدك عائلا فأغناه. قال تكملت الآية بهالطريقة، وشرح صدرك ووضع وزرك ورفع بك. هناك رواية أخرى تتعلق برفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة أنا أعتبرها من غرر الروايات، بس حتى أزيد في بيانها وروعتها وعظمتها أقدم لها بهذه الرواية الأخرى. عن الإمام الصادق عليه السلام قال سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة، فقيل له ولم صارت مربعة؟ فقال لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع، البيت المعمور في السماء الرابعة. فقيل له ولم صار البيت المعمور مربعا؟ قال لأنه بحذاء العرش وهو مربع. فقال ولم صار العرش مربعا؟ فقال، وانا شاهد من الرواية، قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه العبارات الأربع معناها توحيد الله، نفي الشريك عنه، تمجيده، تعظيمه، تنزيله عن كل عيب وناقص. يعني أن هذه الكعبة بنيت على التوحيد الخالص منذ تأسيسها. هذه مقدمة إلى الرواية اللي أعتبرها أقول لكم من غرر الرواية، وقد أوردها السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع. يقول عن أبي عبد الله البرقي قال دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، يعني ذكر الإمام الصادق باعتبار ولادته أن أضم رواياته ولعله نساهم في إحيائه حتى لا نغفله، أو حتى لا نغفله. نعم، دخل رجل على الإمام الصادق فقال جعلت في دار، أخبرني عما وصف الله به الملائكة. الآية يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذه الآية في سورة الأنبياء الآية 20، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون يعني يرددون هذا الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الليل والنهار يعني متلبسين في التسبيح، لا يفترون يعني لا يهدؤون، لا يملون، لا يكلون، لا يرتاحون، لا يخطئون. قال: وآية أخرى في سورة الأحزاب الآية 56، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظوا إشكال الآن السائل. هذا السائل يقول: كيف لا يفتر الملائكة عن تسبيح الله وهم يصلون على النبي؟ الآية الأولى تقول لا يفترون، زين الآية الثانية تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. السائل يكرر سؤاله، يقول الإمام الصادق: كيف لا يفتر الملائكة عن تسبيح الله وهم يصلون على النبي؟ فقال الإمام الصادق، قال: لما خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لما خلق الله محمدا قال للملائكة: انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد. هذا الذكر، اللهم صل على محمد وآل محمد، مثل قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أي عظمة في مقام وأي عظمة لهذا الذكر والصلاة على محمد، غير أن شرف الذكر حقيقة يكمن في التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعترته الطاهرين والتأسي بهم. ذكر الصلاة على محمد له ثواب كبير، لكن لا ينبغي أن يخلى من مضامينه، لأن الكل يذكر النبي، بس لا يتحول هذا الذكر إلى لخلقة لسان. الشيخ المجلسي في كتاب مرآة العقول الشارح لصحيح للكافي يقول: الحكم الفقهي للصلاة على محمد، يقول: وجوب الصلاة على محمد حين ذكره في التشهد، إذ لا تجب الصلاة عليه إلا فيه اتفاقا. في تشهد الصلاة واجب على المكلف، لما يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله لازم واجب شرعا وفقها أن يقول اللهم صل على محمد. هذا في الصلاة محل اتفاق عند الفقهاء جميعا. زين، خارج الصلاة، ولما قال اتفاقا يعني في خلاف، في خارج الصلاة. خارج الصلاة بعضهم قال الفقهاء في المجلس الواحد تجب مرة، بعضهم قال مستحب مؤكد الحكم الفقهي، لكني رأيت بحثا قيما للسيد علي خان حسين الشيرازي المتوفى سنة 1120 هجرية، وقبره في شيراز مدفون بجوار شيخ جرار. هذا شارح الصحيفة السجادية، اسم شرح هكذا: رياض السالكين في شرح صحيفة سجد السالكين من 7 أجزاء. بحث قيم جدا ويرى فيه بعد أن استشهد الروايات والنصوص، يقول: والأولى وجوب الصلاة على محمد عند كل ذكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. والأولى وجوب الصلاة على محمد
عند كل ذكر للأخبار الكثيرة الآمرة بها، إذ الأصل في الأمر الوجوب، ثم استشهد بهذه الرواية تحديدا. قال: من ذكرت عنده ولم يصل علي دخل النار. أربط الآن، طبعاً استفدت فيها جانب، أربط في الرواية اللي قلت عنها من غرر الروايات. يقول الفقهاء: التسبيح والصلاة على محمد في الأجر سواء، إن شئت سبحت وإن شئت صليت. وبعض الفقهاء يقول: إن الصلاة على محمد أفضل من التسبيح، وهو أفضل ذكر على الإطلاق بلا منازع، وهذا ليس غريبا. في رواية يوردها الشيخ الصديق في كتابه معاني الأخبار، يقول: من صلى على محمد صلى الله عليه وآله فمعنى، يعني مثل الصلاة اللي يكررها حتى نقول هذا الذكر عظيم، شنو فيه؟ يقول الإمام الصادق: فمعنى معنى هذا الذكر أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول: الصلاة على محمد فيها إقرار من عالم الذات لله بالربوبية وللنبي بالنبوة وللإمام علي بالولاية وللأئمة بالإمامة. ولهذا هذا الذكر أيضا لما تسمع هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإن الصلاة علي تذهب النفاق. شنو العلاقة ما بين النفاق وهذا الذكر غير ما أقر الإنسان على نفسه في عهد مكة؟ شيخ جعفر مرتضى العامي عنده موسوعة ممتازة رائعة اسمها الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من 35 جزء، يقول: في فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وآله البيت الحرام فاتحا، كان عدد الأصنام 360 صنم، وفوق الكعبة مبل. التفتوا الآن لهذه اللفتة اللي ذكرها شيخ جعفر رضي الله عنه، يقول: وكسر النبي صلى الله عليه وآله الأصنام، هو والإمام علي فقط، ولم يسمح لأحد بتكسير الأصنام. يقول: والسبب؟ يقول: هذا النبي وهذا نفسه الإمام علي أوكل الله إليهما انتزاع الشرك من النفوس وإحلال مكانه التوحيد الخالص، ولهذا نترك الزيارة: من عرفهم فقد عرفهم، من جهلهم فقد جهل الله. أنتم باب الله الذي منه يؤتى، من أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم، يعني من لم يقبل عنكم فليس بموحد.
ضيعت كتبت الآية في الواقع. بارك الله فيك. سؤالك كم لي لو تعي؟ بروح للأخير. كنت أبي أقول ليش اخترنا الذكر؟ طبعاً الذكر. لماذا قرن الله ذكره بذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قرن الله ذكر النبي بذكر الإمام؟ لأسباب، منها سبقه إلى الإقرار بالربوبية، ومنها إخلاصه وطاعته لله ونشر دعوته. هذه كنت بفصل فيها بس طاق الوقت. خلي بروح للأخير. عليه هذه الرواية يذكرها أيضا شيخ جعفر المرتضى العاملي، وموجودة أيضا في بحار الأنوار، وموجودة في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام. الرواية تقول هكذا: كان النبي صلى الله عليه وآله يخطب في مسجد على جذع نخلة، يرتقي على جذع نخلة، في السنة السابعة أو الثامنة أو التاسعة، تردد في الرواية هكذا، استأذن أصحاب النبي وقالوا: يا رسول الله، أتأذن لنا أن نصنع منبرا له مراقم أدباخر حتى يراق الناس إذا خطبت؟ زاد الأدب، فأذن له. باعدوا الجذع في جانب، ثبتوا المنبر. في يوم الجمعة مر رسول الله صلى الله عليه وآله على الجذع قاصدا المنبر، فلما صعد عليه واستوى عليه، تقول الرواية هكذا، سمع للجذع حنين كحنين الثكلى، وأنين كأنين الحجى، فضج من في المسجد بكاء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبر، بالضبط الرواية هكذا، فاحتضم الجذع ومسح يده عليه وقال: اسكن، فوالله ما فعل رسول الله بك ما فعل تهاونا بك، ولا استخفافا بحرمتك، ولكن لتتم لعباد الله مصلحتهم. فهدأ الجذع وسكن، ورجع النبي الى المنبر فقال: معاشر المسلمين، هذا الجذع يحن إلى رسول الله ويحزن لفراقه، وفي عباد الله الظالمين إلى أنفسهم من لا يبالي، قرب رسول الله منه أربعون، ولولا أني احتضنت هذا الجذع ومسحت عليه بيدي لما سكن حنينه وأنينه إلى يوم القيامة. ثم قال: وإن في عباد الله وإمامه من يحنون إلى رسول إلى محمد رسول الله وعلي ولي الله كحنين هذا الجذع. ثم قال: والذي بعثني بالحق نبيا، إن حنين خزام الجنان وحور عينها وسائر قصورها ومنازلها إلى من يتولى محمدا وعليا وآلهما الطاهرين ويبرأ من أعدائهما لأشد حنينا من هذا الجذع الذي رأيتموه. ثم قال:
هذا الشاعر الروايه كده. وان الذي يسكن حنينهم، يعني ما في الجنان، هو ما يرد عليهم من صلاه احدكم على محمد وال اخوانه. صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في المرسلين. اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا هنيئا سائغا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.